ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الحوت هنتكلم على توقعات النص الثاني لعام 2022. مبدئيا احنا عندنا برضو مازال الحظ موجود رغم انتقال كوكب المشتري لبرج الحمل، الا ان عندك حظ بيدعمك جدا، بس في اوقات هنقدر نقول ان فيها بعض المواقف التحذيريه او في توقيت هيبقى حذر جزئيه في امور معينه. المهم خليني دلوقتي بس كده اشرح لك الدنيا بشكل سريع. طبعا انت نبتون او كوكب نبتون موجود لسه عندك، ده بيأثر كتير على ان انت عندك نجاح في الامور الخاصة بالشأن المهني، يعني انت قادر كتير على انك تحقق مكاسب مهنية عندك في عارف فكرة سلمة افضل، ان انت تصعد سلمة افضل في الشأن المهني. عندك معالجات مهنية، يعني في خسارة مهنية او مشكلة مهنية، او ان انت ممكن يكون في شغلنا بعض المشاكل، الى انك بتسعى الى تطوير ذاتك، الى انك تكسب اكتر، الى انك تنجح اكتر، الى انك تشتغل وتعمل عمل مميز بمعنى اصح. لكن افضل ما يكون عندك هو العلاقات، علاقاتك بالاخرين هتبقى جيدة جدا. عندك تأثيرات مميزة كتير متعلقة بالحالة الاجتماعية، مش الحالة الاجتماعية اللي هي اعزب او متزوج، لا، اللي اقصده اللي هو علاقاتنا مع الاخرين. طبعا تأثيرات كوكب اورانوس موجود في برج السور المنزل الثالث بالنسبة لك، وده منزل العلاقات، يعني هيكون عندك كتير في مصالحات، علاقات جيدة، في تحسن هايل جدا جدا متعلق بان انت عندك اصدقاء، عندك تحسن في علاقات صداقة، عندك كتير ود وتقارب من الاخرين، عندك اجواء عائلية مميزة كتير، في جو حلو انت بتعيشه او انت بتعيشيه متعلق بالناس اللي حوالينا، ده بمعنى اصح. عارف فكرة لما تحس ان انت عندك اصحاب كتير وناس كتير فانت شخص محبوب، وده ده ده كتير موجود عندك. لكن افضل ما يكون خلال النص التاني ان بيكون في امر جدلي، يعني في امر جدل كلام كتير عليكم، ولكن للافضل للاحسن. عارف فكرة كده اللي هو المثل اللي يقول لك اللي هو يعني والله نسيت المثل اللي هو فيما معناه، يعني ان انت تعمل حاجة تلاقيها يعني تفتكرها شر تلاقيها خير. المثل مش كان في دماغي في ثانية روح. المهم يعني فبرج الحوت فعليا انت عندك حاجة متعلقة بيه، ان انا متوقع اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه يا جدعان. المهم يعني فانت عندك حاجة متوقع ان هي مش لطيفة، مش حاجة صح، ان حاجة مقلقة، ممكن يكون امر جدلي مش الطف حاجة، يعني فاهمين، لكن يجيب لك نفع، تمام؟ يعني انت متوقع منها ضرر، لا يجي لك نفع بسببها، فده هيكون موجود كتير بالنسبة لكم. اذا احنا عندنا الامور المهنية فيها اجواء بتكون لطيفة كتير، فيها اجواء حلوة جدا، فيها امور جدلية بتكون نافعة لينا جدا، في عندنا محاولة للمكاسب، رغم ان انتوا عندكم مصاريف على فكرة، وفي تحذير مهم جدا متعلق بالمصاريف، يعني متعلق بيه ان احنا لازم نخلي بالنا من مصاريفنا، من ان احنا بنتعامل ماليا في ايه بالظبط. الاجواء المتعلقة بالصرف، يعني انت بتصرف في ايه او بتشتري ايه، البيع والشراء، كل ده لازم نكون واخدين بالنا كتير منه. لكن انت من اقصى محاولاتك هي فكرة ان انا اسدد ديوني، اسدد ما عليا، فكرة اني انا يبقى عندي اقدر على اولوياتي، بتحاول كتير ان انت تتعامل او تنقذ نفسك في مش او من مشكلة مالية. فده الاجواء الموجودة بالنسبة لك كتير، سواء في الامور المهنية او المالية. في فترة لازم صراحة تخلي بالك كتير منها، وهي من 20 اغسطس لحد اخر السنة، يعني الفترة دي بالنسبة لك لازم تكون حريص جدا جدا على ايه، رغم ان انت بالنسبة لك اخر اكتوبر واول نوفمبر الشمس بتكون داعمة ليك، لكن انت هتخلي بالك في حاجة معينة، في ان انت يحصل تقلبات بالنسبة لك. تقلبات يعني ايه؟ يعني حاول على قد ما تقدر ان انت تكون مركز في امورك الحياتية والعائلية بالذات. خلي بالك كتير من ان انت تتسرع في قرار عائلي يسبب لك قلق، يسبب لك تقلبات، يسبب لك ان انت تبقى محتار. حاول على قد ما تقدر يا برج الحوت ان انت، لان المريخ يبقى موجود ببرج الجوزاء، وده بالنسبة لك هيبقى تأثيرات مش الطف حاجة، لازم تكونوا حذرين جدا جدا من التقلبات، من ان انتوا تكونوا مركزين اكتر. حاولوا كتير في عمليات البيع والشراء اكون مركز اكتر. الامور المتعلقة بشراكات مع المقربين اخلي بالي. الاجواء المهنية لازم اكون مركز انا داخل في مجازفة مالية متعلقة بايه او عمل متعلق بايه، تمام؟
طيب بتقالي احنا اتكلمنا على الوضع المهني والمالي بشكل كتير افضل، لكن خليني اتكلم على الامور العاطفية. الوضع العاطفي بالنسبة لك انت هيكون عندك فيه تواصل مع الحبيب او تواصل مع شخص ما، يعني في مصالحات عديدة جدا في خلال شهر يونيو. بالنسبة لك هيكون في مصالحات، المصالحات دي يمكن يكون فيها امر جدلي شوية، الى ان الامور الجدلية انت هتكون مش بتتبعها بالصورة القوية وهتبقى بالنسبة لك شيء لطيف في الاخر. بالنسبة لنا اذا في للناس المنفصلين في محاولات للرجوع، في اجواء حلوة جدا جدا متعلقة بان يبقى فيه حب او مشاعر تبقى فيها تجديد اكتر. طيب بالنسبة لي برج الحوت كمان للناس اللي هم مرتبطين هيبقى عندنا في تعزيز في العلاقات العاطفية. هيبقى بالنسبة لك عندك ان الحبيب بيحاول انه يدعمك او انت بتدعم الحبيب، ولكن في كلتا الاحوال بيكون في دعم ما بينكم انتوا الاتنين، فبده بيثير النفسية ايجابية. خاصة برج الحوت مع الابراج المائية او الابراج الترابية، فاذا هيكون عندنا اجواء تبقى لطيفة اكتر واكتر. طيب في نسبة رجوع مع بعض الابراج الهوائية زي الدلو والميزان جدا على فكرة. طيب بالنسبة لي الامور العاطفية ده المجمل العام للناس اللي هم مرتبطين او منفصلين، لكن للناس اللي هم مش مرتبطين هيبقى عندنا كتير من فكرة الجاذبية، يعني ان احنا قادرين نسير اللي قدامنا جدا، لان هيكون عندكم اهتمام بالنفس واهتمام بالشكل واهتمام بالستايل، اهتمام بان انا اخس اللياقة اكتر، فهيكون عندنا لياقة حلوة وشياكة وامور لطيفة جدا جدا بتأثر على الناس اللي حوالينا تأثيرات ايجابية، فبتخلينا ان احنا عندنا فكرة ان احنا نبقى مرغوب فينا بقدرة حلوة. فده اكتر حاجة هتبقى موجودة ببرج الحوت، يعني اقدر اقول ان انت هتبقوا ملوك جاذبية، هيكون عندكم كتير من ان انتوا تقدروا تسيروا اللي قدامكم بقدر كتير عالي او مميز. طيب برج الحوت بالنسبة لنا هيكون فيه كمان امور جدلية متعلقة بالشأن العاطفي هتبقى لذيذة عليكم فيما بعد، لكن الفكرة كلها ما تتسرعوش برضو في العلاقات العاطفية من بعد 20 اغسطس، ما تتسرعوش في تكوين علاقة عاطفية بعد 20 أغسطس لأنك ممكن تحس بالندم، تحس أن أنت تسرعت في العلاقة دي، فحاول على قد ما تقدر أن أنتوا ما تتسرعوش وتركزوا كويس قوي في العلاقة اللي أنتوا داخلينها. إمتى؟ بعد 20 أغسطس. طيب ده بالنسبة لي الأمور العاطفية. خلينا أن إحنا نكتفي لحد هنا ونبقى بنتكلم بشكل تفصيلي أكتر في التوقعات الشهرية. أنا بتمنى كتير أني أكون في التوكم، بتمنى لكم فترة تكون مميزة ليكم جدا، بتمنى أن أنتوا تاخدوا بالكم برضو من بعض النصايح اللي اتكلمنا عنها، على ما اعمل لكم فيديوهات خاصة بالنصايح فقط وتبقى بشكل تفصيلي تخص الست شهور اللي جايين او النص التاني لعام 22. عايزاكم بس اهم حاجة تكونوا متفائلين جدا للي جاي، لان اللي جاي زي ما بيحمل ايجابية بيحمل بعض الامور اللي فيها تكات، لكن في حالة ان انت تكون شخص قوي ومعتمد على ربك انت شخص كده تبقى ملكش حل، يبقى شخص متميز جدا. بشكركم كتير، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.